تحياتي. صفقة مفاجئة قام فيها بايرن ميونخ. استعاد دوغلاس كوستا كثير الإصابات من اليوفي. صفقة مهدت ليوفنتوس التعاقد مع كييزا من فيورنتينا. لكن لماذا تعاقد بايرن مع دوغلاس كوستا بشكل مفاجئ؟ صفقة شوي غريبة صح؟ في الحقيقة الموضوع كثير بسيط. بايرن ميونخ بيحاول يعطي دكة لمدربه هانز فليك، وبيخلي الدكة دائما تدار بالدقائق، يعني هو بيبحث عمن يلعب ما يقارب 1000 دقيقة ليعوض 1200 دقيقة كان يلعبها بيرزيتش في الموسم الماضي، على اعتبار انه موتينج اللي جاء ايضا ممكن يلعب له 200-300 دقيقة. ومع جلب كوستا اللي في اسوأ مواسمه الموسم الماضي لعب 800 دقيقة في الدوري، بايرن ميونخ قدم لفليك الدقائق المطلوبة. وهذه فلسفة الدكة بأي فريق كبير، بدقائق لعب معينة تريح لاعبين أساسيين. لكن بنفس الوقت لازم ننتبه ونعترف بشيء، دوغلاس كوستا وهو جاهز سلاح مهم للغاية. احنا أمام لاعب مهاري صاحب عرضيات خطيرة للغاية متنوعة، والأهم من ذلك انه لاعب فوضوي. يعني فليك يملك نظام عالي، أفكار عظيمة هزمت الجميع وسيطرت على أوروبا، بس بعض الأحيان هالأفكار والنظام ما بيكفوا، تحتاج للاعب يفكر لوحده، يعمل شيء فوضوي في أماكن غير متوقعة ليخلخل الدفاع ثم يعمل الفريق ويسجل. وهذه وظيفة كوستا اللي بيبحث عنها فليك أيضا عندما يكون اللاعب جاهز وفي مستوى. المطلوب إذن من كوستا أول شيء يعوض دقائق اللعب اللي خسرها بيرزيتش، وأيضا يلقى حلول في المباريات اللي ما بقدر فيها بايرن ميونخ الجماعي يجد هذه الحلول. شو رأيكم وتوقعاتكم لهذه الصفقة؟